الآن هل بلادنا واش بلادنا غادية نحو الإغراق؟ أنا كنظن بأن الوضعية الوبائية اليوم ليست مطمئنة، يجب أن نعترف بذلك. راه كنا هذه تقريبا واحد الأسبوعين كنا كنسجلوا 100 حالة في اليوم. صحيح أنه اليوم كاينين حالات اللي مشاو وصلوا للإنعاش. هاد الحالات اللي مشاو وصلوا للإنعاش لابد من نسجلوا بأنه غالبيتهم غير ملقحين أو لا عملوا الجرعة الأولى والثانية وما داروش الثالثة وتجاوزهم الوقت أو لا ما عملوهاش كاع في المطلق كما قلت. لا بد من نأكد مرة أخرى من هذا الموضوع. المغاربة يجب أن تتم عملية التلقيح لأن هي الحل الوحيد، وتنشوفوا بأن الحالات ملقحة داخل الأجل إمكانية الوصول إليها لغرفة الإنعاش ضئيلة جدا ضئيلة جدا أقول، وإلا كانت تكون في حدود يعني متحكم فيها. فاليوم كنسجلوا الحمد لله بارتياح ارتفاع ديال نسبة الأشخاص المقبلين على تلقي الجرعة ديال التلقيح حوالي 70,000 يوميا، لكن نتمنى أننا نوصلوا للمناعة الجماعية ونوصلوا للنسب خاصة على الجرعة الثالثة اللي كتبقى أقل من 10%. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابعونا في العشان فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.